Hello, welcome to my new video وهو الـ night time routine بتاعي. الشفت بتاعي بيكون 24 ساعة، بس هو بيكون أكتر غالبا. فبرجع على حوالي ساعة واحدة اتنين تاني يوم. أول ما أرجع طبعا بقلع الكروكس، بيكون مليان دم وقرف، وبحط شنطتي اللي فيها الملاية والمخدة وكل حاجة، وبجري على الغسالة عشان أحط كل لبسي لوحده طبعا يتغسل عشان الانفكشن والحاجات دي. ولازم لازم لازم أشرب مية، بكون dehydrated قوي. طبعا بطلع أجري على الأوضة والحمام. انا بستراجل ان انا اخلي اوضتي نظيفه، فالحمد لله دي بشغلها لحد لما استحمى، وكل ده بتنظف لي الاوضه لحد ما استحمى. باجي للفقره اللي انا بحس ان انا مش قادره اعملها خالص، بس لما اعملها بحبها، هو ان انا بستحمى، بحط شامبو، بحط الكونديشنر لو بتستعمله، وبس وبستحمى. بعدين بستعمل شاور جل علشان اشيل كل القرف. انتوا مش متخيلين اللي بيحصل فيا خلال الشفت. بحطه على الليفه وبسكرب. مش دايما بحس ان انا موتيفيتد اعمل كل الحاجات دي، بس لازم طبعا لازم اول ما ارجع من الشفت اتليست اروح الشاور اشيل كل اي حاجة. يعني ممكن يبقى اسرع من كده، ممكن اسكيب ستيبس عن كده، بس طبعا عمري ما بدخل على طول على السرير، ما ينفعش خالص. هنا بقى تيجي فقرة العناية بالبشرة والاسنان. الفرشة دي الالكتريك توث براش من اورال بي، نوت سبونسرد نوت ان اد، بس بحبها قوي، بتنظف السنان كويس جدا. بغسل سناني، معرفش ليه قررت اوريكم الحتة المقرفة دي من الفيديو، معملش عليها اي غلوشة، بس مش عارف. هنا انا فخورة قوي بنظافة سناني. ده بقى ماشين بدل الفلوس اللي هو الخيط، ده فلوس بالمية، وممكن تحطوا عليه ماوث ووش. انا هنا هقعد الماوث ووش بتاعي وبعدين احطه على المية واشغلها، وهي تبدأ كده تعمل فايبريشن، فتميكس كل حاجة مع بعض، المية والماوث ووش، وببريشر كده لما احطها في سناني بتعمل فلوسين كويس قوي. هنا انا حاولت ما ترتش على المراية خالص، بس طبعا بصوا المراية هتبقى شكلها عامل ازاي دلوقتي حالا. ايوة اهو. هنا مسحتها، اضطريت امسحها عشان الفيديو، بس انا في العادي مش بمسحها، ومامتي بتقعد تهزقني. فخورة بسناني كالعادة. بغسل وشي بغسولي المفضل اللي هو يورياج، انتوا عارفين طبعا. ده للبشرة الحساسة والجافة، بحطه على الفوريو وببدأ اغسل وشي. انا حسيبكوا تنجوي شوية من غير ما اتكلم. هنا تأتي فقرة السكين كير، وانا مش بعمل كتير قوي، كل اللي بحطه على وشي لما اكون راجعة ومش طايقة نفسي هو الريتينول ده. انا كنت بحط الريتينول من The Ordinary، بس ده من انكي ليست I think اسمه كده. هو ده اخف على البشرة، هو فيه برضو تركيز 1%، بس I think معاه مرطب، فبيكون كويس على البشرة، مش بيعمل اي allergy او sensitivity. بحاول اقلل السكين روتين على قد ما اقدر علشان ما اكرهوش. ده من اوكسيديل، ده بيتحط على الشعر، ممكن اكلمكم عنه في فيديو تاني مخصوص، بس انا هنا بحطه على حواجبي. دي حاجة انا اخترعتها، ما اعرفش صراحة ايه مدى خطورتها او اي حاجة، بس بحطه على حواجبي.
طبعا بحط الديودرنت المفضل بتاعي، وده ماسك جرنير بيتحط بعد الشاور، ممكن وقبل الشاور برضو انا بستعمله بعد كبديل زيت كده، وبحط مرطب على جسمي. هنا بتشك ان انا عملت كل حاجة، شك ان مفيش حاجة ناقصة. طبعا بشرب مية لان بعد اليوم ده ببقى dehydrated level الوحش. بستعمل طبعا مينوكسيديل برضو على شعري. انا بس عايزة انوه على حاجة، ما ينفعش اي حد حامل يستعمل مينوكسيديل، وما ينفعش واللي يكون هيستعمله يكون عارف انه لو بطل يستعمله الشعر اللي طلع بسببه هيقع. دي سكالب مساجر جبتها من H&M، بتوزع الحاجة evenly على السكالب. I make sure قبل ما نام ان انا عندي سكرابس جاهزة لتاني يوم ومغسولة وكله تمام. دايما بروح للبيج، ما عرفش ليه بحبه قوي. بعمل السرير، بس طبعا زي ما قلت دي مش حاجة بعملها كل مرة، دي لما اكون عايزة احس ان انا فانسي، او لا سمح الله بكون بعمل فيديو لليوتيوب. بس عامة بترمي على السرير عادي. وطبعا مش بولع شمعة، ده برضه عشان الفيديو، انا مش عايزة البيت بتاعي يولع. بس دي حاجة بعملها بقى دلوقتي، بفتح اللابتوب بتاعي، بتفرج على Atypical، ده my favorite TV show او my only favorite TV show. انا محبش اتفرج على مسلسلات ولا حاجة، بقعد اشوف شوية منه كده لو مش تعبانة وعايزة انام قوي. بزهق بسرعة فساعات بقفله وبفتح يوتيوب. طبعا يوتيوبي ما ينفعش يكون خالي من اي حاجة ليها علاقة بالطب، انا هنا بحاول اوريكو. بزهق برضو من اليوتيوب وبقفله، بروح فاتحة الموبايل وفاتحة التيك توك، ده اكتر حاجة بفتحها في الحياة. بقعد اقلب شوية، كل ده ما بيكملش نص ساعة بكون خلاص بموت عايزة انام. بحط كل حاجاتي في الشاحن، الساعة والموبايل برضو، وبحطه في الشاحن وبعمله ايربلين وبنام. جود نايت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير، ودونت فورجيت تو فولو مي على الانستغرام، وقولوا لي عايزين نشوفوا فيديوز ايه. لاف يو جايز، باي.